السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بكم. احنا النهاردة سهرتنا عن تاريخ الجراحة. من 150 سنة كانت الجراحة عملية مرعبة. كانت أدوات الجراحة ساطور ومنشار وطاسة فيها زيت بيغلي. ما كانوش بيعرفوا حاجة عن التطهير والتعقيم والبنج، وما كانش فيه حاجة اسمها تخدير بالمرة. يخش الدكتور ومعاه ثلاثة بلطجية، واحد منهم يكتف العيان والتاني يطفحه جمدانة خمرة والتالت يجي من وراه ويناوله لوكمية متينة تعمل له ارتجاج في المخ وغيبوبة. والمفروض ان الجراحة تبقى بعد كده سريعة جدا، في ثواني تخلص. في العادة بتبقى عمليات بتر. بيجي الدكتور وبإيده الشمال يمسك الفخذ وبإيده اليمين ينزل بالسطور يشفي اللحم بتاع الفخذ، وبعدين بالمنشار هوب على طول هوا ياكل العظم لو يخلص عليه، وبعدين ياخد الطرف الرجل ويدبها في الزيت المغلي. شيء فظيع. في القرن السابع عشر طلع جراح فرنساوي اسمه أنجواز بافي، كان قلبه طيب وما هنش عليه حكاية الزيت المغلي ده، وعمل تعديل في الجراحة. التعديل كان انه بدل ما هيدب رجل المريض في الزيت المغلي بيفقش بطين ويضرب الصفار ويدهن الجرح بصفار البيض. طبعا على بال ما نوصل لمرحلة الزيت المغلي بيكون صاحبنا اللي خد له الكمية على دماغه فاق، وبيصرخ وبيصوت وبيشتم وبيسب وبيلعن. بيبقى طبعا العملية دي في قاعة، وبيبقى موجود قرايبه أهله وولاده أبوه وأمه والجيران بتوع الحارة، وعمالين يسقفوا وعمالين يقولوا جمد قلبك يابا، فات الكتير ما بقى من القليل، شد حيلك. كان حاجة زي العرض، وعشان كده كانوا يسموها سيرجيكال سيتر. سيتر يعني تياترو. وكلمة سيرجري جاية من مشتقة من اليد، لأن كانت بتعتبر حرفة الجراحة دي حرفة يدوية صنعة، والجراح كان بينظر إليه على إنه صنايعي، نوع من حلاق صحة حاجة بالشكل ده، وما كانش يعني محترم قوي. المحترم كان مين؟ الدكتور الباطني. وكانوا يقولوا للدكتور الباطني يا دكتور، لكن الجراح يقولوا مستر فلان. فكان الجراح هو الصنايعي. طبعا ممكن تتصوروا بقى استخراج حصوة مثلا من المثانة بالطريقة دي ومن غير بنج، بتبقى عملية رهيبة. في الركورد الجراحي في أوروبا في اليوم دي عملية عملها جراح اسمه ماكدونالد لواحدة اسمها سوزان. العملية دي استخرج من بطنها ورم في المبيض وزنه 15 رطل وشوية ملحقات كمان 7 ترطال يعني 22 رطل. العملية استغرقت 25 دقيقة من غير بنج وهو عمال يقطع في البنت. البنت كانت جاية من الأرياف وجايبة معاها أهلها وجايبة معاها المشاهدين بتوعها. دول استنوا على باب القاعة ومعاهم شماريخ وشوم، ومستحلفين لو ماتت بنتهم هيدشدشوا الدماء مخ الدكتور يجيبوا أجل. فتصوروا هذا الجراح الغلبان اللي بيشتغل تحت ضغط عصبي رهيب. أولا المريضة عمالة ترفص وتصرخ، ثانيا أهلها بره بالشماريخ والشوم وناويين يخلصوا عليه لو ماتت، والعملية تقعد 25 دقيقة في الغلب والصريخ ده، وإيه بيطلع ورم في المبيض بتاع 22 رطلة
حاجه مش معقوله يعني. الواحد لما بيفتكر حاجه زي كده بيصعب عليه الدكتور ده واللي عمله. لكن المهم في الريكورد الجراحي بتاع هذه العمليه ان العمليه نجحت نجاح باهر، والمريضه عاشت لسن 87 سنه. بدأ تطور الجراحه لما امكن تحضير غاز اسمه نيتروس اوكسيد، واللي حضر هذا الغاز كان كيميائي اسمه سير هامفري ديفي، وسماه الغاز المضحك لان لما تشمه تكركع من الضحك وايه وتنام. وفي نفس الوقت كانوا عرفوا الايثير او الايثر وتاثيره ايضا ازاي انه ممكن يقوم. هذه الاشياء لما دخلت في البدايه ما دخلتش على انها بنج جراح ابدا، هي في الواقع اتقدمت في الكباريهات وفي البارات على انها عرض، ودخلت الصحف على انها نكت. كنت تروح صاله مثلا اوبرج ولا حاجه، يطلع لك الممثلين واحد معاه بالونه مليانه نيتروس اوكسيد، وبعدين بيشممها لزميله، فزميله يكركع من الضحك ويروح مغمى عليه، او يستعملوا الاثير. كانت بالشكل ده بقى بدايه ظهور النيتروس اوكسيد والايثر. اللي حصل ان مره كان بيحضر العرض واحد اسمه دكتور مورتون، وشاف الحكايه دي قدامه، قال عقله ضرب في عقله يعني، طقت في دماغه، قال لك يا عمي طب ما نعملها دي في الجراحه، ما دام دي ده فعلا العيان اهو مش شويه غازات بينام، وطب ما نجرب دي في الجراحه. وكانت اول تجربه سنه 1846، كان يوم مشهود، واللي عمل هذه التجربه سينيور سيرجن في المستشفى البريطاني اسمه جون وارن، سير جون وارن. وكان المريض عنده ورم في الرقبه، كيس دهني. جمع كل الاطباء وطلبه الطب وعمل عرض في قاعه كبيره قوي، وطبعا زي العاده جه البلطجيه الثلاثه اياهم، فقال لهم لا النهارده بقى انتوا اتركنوا، هنستعمل طريقه ثانيه جديده خالص. وبعدين اللي ابتدى جايب معاه دورق كده في ايثر وسفنجه، وابتدى يشمم المريض الايثر، وبعدين المريض نام نوم عميق، وابتدى الدكتور يقطع في لحمه، وصاحب ما بيشخره نايم. الدكاتره وقفوا مذهولين، العمليه خلصت وخيط الجرح وكل حاجه، ووقف قال كلمته الشهيره: جنتلمان it is no humbug، ايها الساده الحكايه ما هياش بكش. وولدت الجراحه في هذا اليوم. مين اللي بعد كده طور جهاز التخدير وصنعه وبقى له مش عارف دورق ويطلع منه مش عارف توصيلات ايه وبتاع لغايه حاجه على بقنا؟ واحد اسمه روبرت ليستون، وبعد كده طبيب ولاده اسمه جون يانج دخل حكايه الكلوروفورم. والكلوروفورم يعني سائل عطري ريحته حلوه مش زي الايثير، فصادف هواء من الجراحين ومن المرضى وابتدت مولت الكلوروفورم. لكن في الواقع مشكله الكلوروفورم انه ممكن يعمل هبوط في القلب اثناء العمليه، واللي حصل فعلا ان كم حاله ماتت من الكلوروفورم اثناء العمليه، فاصبح سيء السمعه وبطلوا الكلوروفورم ورجعوا للايثر. اول واحد عمل موضه انك انت تهندس الجرح وتعمل له تجميل وتشذبه وتسوي الاطراف وتشيل الحاجات، عظمه مهروسه ولا مش عارف عضله ايه، تستأصلها وتنظف، تعمل تنظيف، تعمل عمليه ريموديلنج. كان واحد اسمه جيم سايم ده من ادنبرا. وبذلك دخلت الجراحه في مرحله الامكان، بعد ما كانت طبعا كارثه، ناس بتصرخ وناس بتصوت وطاسه زيت مغلي، وده فين؟ في اوروبا. ابتدت الجراحة تخش في مرحلة الإمكان، وأصبح دلوقتي ممكن يعملوا عمليات رهيبة والعين نايم مش داري، فكل الجراحين نزلوا تدبيح
وابتدت حاجة اسمها المرحلة السوداء في الجراحة. ليه؟ لأن طبعا الجراح ما بيهموش، ما بيقطع وصاحبنا نايم، لكن بعد كده ايه اللي بيحصل؟ نتيجة عدم وجود تعقيم أو تطهير أو حاجات من دي بيبتدي التهابات تحصل في الجرح وغلغرينا وتتحول عنابر الجراحة زي المراحيض، يبقى ريحتها مجاري من أول ما تخش عيانين، جروح متعفنة بيموتوا. فدي بيسموها المرحلة السوداء في الجراحة. باستير البكتيريولوجي الفرنسي الشهير ظهر في المرحلة دي وأثبت إن اللي بيعمل التهاب وتعفن هي ميكروبات، وإن في حاجة اسمها ميكروبات كائنات دقيقة مش ممكن تشوفها بعينك. كان له صديق اسمه جوزيف ليستر جراح، فميل على باستير قال له والله طب يا أخي احنا مش دلوقتي على عنابر الجراحة اللي ريحتها مراحيض دي، طيب ما احنا بنطهر المراحيض بالفينيك، ايه رأيك الميسيو باستير نجرب الطريقة دي ان احنا نطهر بالفينيك؟ ودخلت مرحلة في الجراحة اسمها مرحلة الفينيك، كل غسل فينيك ووضع تقسق ايديك بالفينيك، وبعدين عملوا حاجة كمان موضة غريبة قوي، يعملوا رشاش فينيك في قطر عمليات سبراي، طول ما الجراحين بيشتغلوا في ضباب ورشاش شغال بيطلع فينيك. طبعا مرحلة مضحكة جدا، الجراحين المساكين طبعا عاملين يشموا فينيك ويكحهم، والجراحين عجايز ويمسحوا الفينيك من على دماغه حاجة غريبة قوي. في كان في امريكا جراح كبير اسمه ويليام هولستد، كان جراح كبير وكان عنده ممرضة اسمها ميس هامبتون وكان بيحبها جدا وما قدرش يعمل عملية من غيرها. نتيجة حكاية الفينيك وما الفينيك حصل للبنت التهاب في ايديها مزمن وارتكارية وحساسية، فبقتش قادرة تكمل عمليات. الراجل ما قدرش يعيش من غير ميس هامبتون، راح لأكبر شركة كاوتش في انجلترا وادها مقاس البنت وقال لها أرجوك اعمل لنا جوانتي جلد، وبذلك دخل جوانتي الجلد في الجراح. فدخل بمناسبة جراح مغرم بممرضة بيحبها، فعشان يحافظ على أنوثة الإيدين الحلوة كلف شركة كاوتش تعمل جوانتي. يوميها كان طلع البكتيرولوجي الكبير كوخ الألماني وعمل تحليلات وبتاع وأثبت، قال لا يا جماعة ده الميكروبات دي جاية من ضوافر الجراح، وخد عينات من ضوافر الجراح زرعها وطلع إن هي دي الميكروبات اللي بتعمل التعفن. يبقى الجوانتي ده مش نلبسه عشان صيانة أنوثة الممرضة، لا ده احنا هنلبسه للجراح عشان نحافظ على سلامة المريض مش علشان خاطر الجراح. وبذلك دخل الجوانتي كقاعدة يلبسه الجراحين، ابتدوا الأول يلبسوا 70 عشان كان ما بيعرفوش يشتغلوا بالجوانتي، كان جوانتي غليظ، كان يلبسوا 70 بس، وبعدين قالوا لا ما فيش فايدة لازم يبقى جوانتي كامل، فطلع الجوانتي بشكله النهائي. وابتدت تخش بقى الطاقية واللبس الجراحي الإياه، الهيلمان بقى بتاع الجراح والكمامة والماسك واللي تمو بتاع الشغلانة بالشكل الإيه. كوخ قال لك نخلص من الفينيك، في عندي حاجة أحسن من الفينيك، إن إحنا نغلي المية المغلية تعقم كل حاجة. فدخلت حكاية الغلايات وبعدين الأوتوكلافات، تعقيم بالبخار، تعقيم بالأفران، وبعدين ظهرت المواد الكيميائية المطهرة بأشكالها، ابتداء من الفورمالدهايد للكحول لسبلة اليود، البيكريك أسيد للميركيو كروم، لمشتقات الكلور بأشكاله. بالطريقة دي قطعت الجراحة مرحلة طويلة في إنها تتخلص من عدو رهيب جدا وهو الألم، وبعدين تعفن الجروح. فضل حاجة اسمها الصدمة، كانوا بيفاجئوا اثناء العمليه فتح البطن وكده، يبصوا العيان ساخ منهم خالص، وشه اصفر وشحب، هدمه هرب تماما، اكن حاله نزيف داخلي حصلت. والواقع حاله الصدمه او الشوك نتيجه فعلا ان الدم بيهرب لجوه في الشعيرات والاورده، والغرف القلب تبتدي تخلى من الدم، ينزل الضغط، المريض ممكن يموت نتيجه اللي يسموها الشوك. وما كانش فيه اي حل طبعا غير
ان احنا نعوض هذا الدم، يعني الحجم الدم اللي راح يلب لجوه ده لازم نعوضه طبعا، بالاضافه الى النزيف اللي بيحصل اثناء الجراحه. فكانت الحل هي نقل الدم. اول ما فكر الجراحين بتوع زمان انهم ينقلوا دم، نقلوا دم خرفان، من دم خرفان لبني ادم. طبعا كانت كارثه والعيانين بيموتوا. وبعدين قال لك ننقل من بني ادم لبني ادم، فمره تسيب ومره تخيب عشان اختلاف الفصائل. وبعدين جه العالم الشهير دكتور لانش داينر واكتشف ان في اربع فصائل للدم، وان لازم تنقل من الفصيله لنفس الفصيله، والا يحصل الكرات الحمراء تشبك في بعضها وتبقى كارثه والمريض يموت وصفرة واو الى اخره. اهتدوا الى طريقه لحفظ الدم من التجلط، ضيفوا صوديوم ستريت فاصبح الدم يتعبى في ازايز. كانت الحرب العالميه الاولى قامت وابتدت التبرع بالدم، وكان لابد ان الدم يتعبى في ازايز ويترحل بسرعه الى ميدان القتال. لما جت الحرب العالمية الثانية كانوا اهتدوا الى طريقة لحفظ الدم في الثلاجات، فاصبح ممكن يعود له شهر وتستعمله تاني. وطلع البنسلين وعيلة البنسلين كلها، بنسلين، ستريبتومايسين، اكروميسين، اروميسين، كل الحاجات دي مضادات الميكروبات او ما يسمى بالمضادات الحيوية. وبذلك دخلت الجراحة في مرحلة عصرها الذهبي اللي احنا شايفينه. اصبحت تياترو الجراحة او سيركاسيتر عبارة عن متحف للتكنولوجيا والاجهزة العجيبة اللي هي بديلة للقلب وبديلة للرئتين وتنفس صناعي مش عارف ايه والمونيتورز والحاجات العجيبة دي. واصبح في امكان الجراحة يعملوا معجزات، يزرعوا قلب ميت في جسم حي، وزرع كبد وزرع كلى وزرع جلد وزرع شرايين وتوصيل اعصاب. دخلت المرحله في عصرها الذهبي. ونشوف في الفيلم حكايه الجراحه في اوروبا وازاي ابتدت وازاي انتهت. الجراح ابتدى زي ما احنا عارفين ومعاه السطور ولابس اللي هي بدلته العاديه، وبعدين تحول الامر الى بقى عنده بلطو وبعدين جوانتي وبعدين ماسك. لغاية ما شفنا الشكل النهائي. فطبعا في البداية كانت الجراحة في اوروبا حاجة طبعا مرعبة ومضحكة، وبيقوم بيها حلاقي صحة او صنايعية او حرفية، ومنها كلمة سيرجري يعني اليد. وكان ما يقولوا على الجراح مستر فلان ما كانوش يبصوا له باحترام، ويعني كان يعتبر زي سباك مثلا. فكانت عملية قاسية زي ما حكينا، ومن غير لا بنج ولا حاجة ولا تخدير، والاساليب كلها عفونه، وكانوا الارضيه يغطوها بالمشاره ويحطوا جرده المشاره تحت ترابيزه العمليات عشان الدم ينزل فيه. وصاحبنا ماسك المنشار بيشتغل اهو. العمليات كانت اغلبها مرتبطه بالحروب، وكانت كلها استخراج رصاصات او نبال او، فكانت اكثر العمليات بتدور حوالين مساله الحروب ومضاعفاتها والكسور باشكالها. وكانت بتحصل في ميادين القتال وفي ظروف بالغه السوء. الخيمه اللي فيها الطاسه اللي فيها الزيت اللي بيغلي اهو، وصاحبنا بيقطع الرجل والزيت اللي بيغلي عند صاحبنا التاني ده، اول ما يخلصوا العمليه يروحوا دبين الرجل في الزيت اللي بيغلي. ده شيء رهيب طبعا، شيء رهيب. وما فيش طبعا بنج الا ايه، ما فيش بنج. الحل ان هو يتضرب علقه، خد له كميه في دماغه ويكتفوه ويخلصوا العمليه. فكانت حاله من البؤس الرهيب، لغايه ما جه انجواز بافي اللي هو الجراح الفرنساوي، صعب عليه المرضى اللي هم بيحطوا رجليهم في الزيت المغلي. ففكر في حكايه انه يفقش بالطين ويدهن
الجرح بالبيض المضروب. ف انما حاجه غريبه قوي، شوفوا الجردل اللي تحت ده، كانت حكايه يعني مصارعه، عمليه مصارعه. اللي حصل بعد كده ان صاحبنا الدكتور ماكدونالد ده الريكورد الجراحي اللي حكينا عنه، ودي سوزان اللي هي جت من الارياف عشان تعمل عمليه في المبيض، وشال لها ورم وزنه 15 رطل بالاضافه للملحقات 22 رطل. الجراح اللي شايفينه ده هو الجراح ماكدونالد، واستغرقت العمليه 25 دقيقه، وعملها تحت التهديد، وكل اهالي المريضه بالشوم والشماريخ وناويين يكسروا دماغ الطبيب اذا بنتهم ماتت. الغريبه ان البنت استحملت الغلب ده 25 دقيقه من السريخ، وعاشت لغايه ما بلغت سنها 87 سنه. فدي ريكورد غريب في الايام الجهاله الجراحيه. طبعا ابتدى يتغير كل شيء مع ظهور غاز اسمه نيتروس اوكسيد، اول واحد حضره هو سير هامفري ديفي، وسماه الغاز المضحك نيامها 12 في المجلات، وحتى هو ذكر بالاسم ان هي ممكن يستعمل في الجراحه، لكن ما حدش خد باله. كل اللي هم افتكروه حكايه انه غاز مضحك، ده لافن جاز. فابتدت دلوقتي ابتدت يميها في الكباريهات والميوزك هول والحاجات دي، يعملوا عرض ويجيبوا ممثل وبالونه هو مليان نيتروس اوكسيد ويشمموا الوليه دي، فطبعا تروح مكركعه من الضحك، وبعدين تروح مرميه مغمى عليها في الايه، والكل يضحك وهي يسقف يا جدع وبتاع، مجرد عرض كوميدي. في ال مين اللي خد باله؟ هو الدكتور مورتون اللي هو شاف الحكايه دي وقال لك الله، طب ما ممكن يا جدع نستعملها في الجراحه. وحضر بالفعل عرض في احد الصالات وشاف اللي بيحصل، وهو اول واحد فكر في ان هو يعملها. واللي لقط الحكايه دي وفعلا نفذها كان سيرجن وارن اللي هو جراح سينيور سيرجن بتاع المستشفى البريطاني، فعمل اول تجربة للبنج، استعمل بقى الايسر وجمع الاطباء وطلبة الطب والصحافة والحاجات دي، وكان المريض عنده ورم في ورم بتاع ده كيس دهني، وجرب الدكتور جه جاب معاه شوية اتير وابتدى ينقط بسفنجة، والمريض نام نام اخر نوم، والعملية خلصت وقعد يقطع في لحمه وهو نايم. الناس بقى جراحين مسؤولين، ايه ده؟ مش ممكن. طبعا خد دي صوره تذكاريه بعد ما العمليه خلصت. الجرايد بعد بيومين كتبت والصحافه قامت وقال لك المعجزه اللي عملها صاحبنا سيرجون وارن، وان الجراحه دلوقتي بقى ممكن تتعمل بدون الم. هنا الصحف نشرت اهي، الصحيفة العلمية في بريطانيا طلعت والتوصيف للمعجزة الجراحية دي، وده روبرت ليستون اللي هو أول واحد عمل جهاز تخدير أهو اللي احنا شايفينه ده باستعمال الإيسر. جون يانج ده كان جراح ولادة أمراض نساء، وهو اللي دخل الكلوروفورم. الكلوروفورم ده عطري وريحته حلوه وصادف هواء من الجراحين ومن المرضى، فابتدت موضه اسمها الكلوروفورم. وصاحبنا جون يانج دخل الحكايه دي برضه بلعبه، عزم كل الاطباء عنده وعملوا لهم حفله شاي، وبعدين شممهم كلوروفورم فكلهم كوعوا تحت الترابيزه، كله كوع نام. فبالطريقه دي وكان محضر الصحافه وبتاع، فعمل عمله يعني عشان يدخل الكلوروفورم، عمل يعني كو يعني انقلاب. عمل حكايه ودخل الكلوروفورم في الاستخدام الجراحي واشاع استعماله واموضه.
لانه اسهل وريحته حلوه. لكن المشكله ان ابتدت حالات وفيات تنتج نتيجه استعمال الكلوروفورم، والمريض يموت على الترابيزه وهو في اخر صحه، شاب ممتلئ بالصحه، ويفطس وهو على ترابيزه العمليات بسبب تاثير الكلوروفورم على القلب. وفي كانوا بيستعملوا يوميها في طب الاسنان. طبعا تعدد حالات الوفاه خلاهم يرجعوا في الكلام ده. دي اساليب برضه استعملوها في جهاز التخدير، لكن رجعوا في الاخر للايسر تاني، رجع الايسر تاني للاستعمال لانه امن. صحيح المريضة بتكح، لو سمعنا دلوقتي الصوت هنلاقيها بتكح وحالتها غلب وازلي، والايسر ريحته شديدة جدا، ويعني يعتبر غاز مستفز للأنسجة، لكن ما باليد حيلة. جيمس ساينز اللي شفناه دلوقتي هو أول واحد دخل حكاية تنظيف الجرح، وبالطريقة دي قدر يتجنب حالات كتيرة كان ممكن يتعمل لها بتر، مجرد أنه نظف الجرح وشال العضلات الميتة وسوى أطراف الجرح ونظفه كده، كان له تأثير كويس جدا من العمليات اللي كان ممكن تتعمل لها بتر خفت. لكن احنا ابتدينا مرحلة امكانية الجراحة وكثرة العمليات واكثر الناس تموت بسبب عدم التعقيم وعدم التطهير، فابتدت المرحلة اللي بيسموها المرحلة السوداء في الجراحة. وبسبب الغرغرينة تبقى عملية صغيرة وتنتهي بالموت بسبب تعفن الجراح. وقلنا ازاي ان باستير اكتشف ان في ميكروبات، وان صاحبه اللي هو جوزيف ليستر قال لك طب ما نجرب الفينيك، احنا بنطهر بيه المراحيض اهو ينفع. وابتدت عصر او مرحلة الفينيك، ودي شايفين الرشاش الفينيك ده، رشاش فينيك طول العملية، والجراحين الغلابة عجايز عمالين يكحوا، وكل شوية الجراح يمسح قرطه من الفينيك اللي طالع. شوف الراجل غلبان ازاي، حاجة رشاش فينيك لمدة ساعتين ثلاثة الجراح عمال يشمه، وفي نفس الوقت الممرضات وكده. شوف كل حاجة تتغسل، احواض فينيك، رشاش فينيك، ضباب فينيك مالي الأوضة. حكينا عن الجراح الأمريكاني الشهير ويليام هولستد، واللي هو شايفينه هنا، والممرضة بتاعته ميس هامبتون، وكان مغرم بالممرضة بتاعته ما يقدرش يعمل عملية من غيرها. ونتيجة الفينيك وبلاوي الفينيك البنت جالها التهاب في ايديها ومزمن وما بيخفش، نوع من الارتكاريا والحساسية مؤلمة جدا، واصبح مش ممكن تستمر. فما فيش اي حل. شوف ايديها بقى، بيبص لايديها بقى اشفاق. ده فيلم دوكيومنتري بالفعل. فكلم شركة كويتش وطلب شوف اشفاق الطبيب على كلم شركة كويتش انها تعمل جوانتي بالمقاس بتاع ايديها وكده، وحصل. وفاجئها في كريسماس بهدية ظريفة قوي، وهي جوانتي جراح. وبذلك دخل الجوانتي الجراحي في التاريخ بمناسبة حب بين جراح وممرضة. قلنا بقى ان كوخ البكتيريولوجي الالماني يميها قال لا يا جماعة، ده الحكاية مش حكاية بكتيريا جاية منين، دي جاية من ضوافر الجراح نفسه. ما الجوانت ده مش نعمله عشان صيانة الانوثة بتاع البنات، لكن بنعمله علشان نحفظ
المرضى من عدوان ده صاحبنا كوخ الألماني البكتيريولوجي الشهير، وده بالفعل خد عينات من ضوافر الجراحين وزراعها، وعينات من العفونة اللي بتحصل في الجراح والالتهابات وزراعها، أو مزروعة هنا في أنابيب اختبار. وبعدين اكتشف ان الميكروبات دي هي دي، وان اللي بيحصل في الجروح هو نتيجة ضوافر الدكتور وصوابعه، فيبقى هي صوابعه بقى اللي لازم نحطها في جوانتي، مش علشان الممرضة ما تفقدش جمال ايديها. الميكروبات اهي، ستافيلوكوكس والستريبتوكوكس والحاجات دي اللي هي بتسبب الالتهابات الفظيعة. واكتشف ان الغليان احسن حاجة لتعقيم وتطهير اي حاجة. يا جماعة اغلوا المية وحطوا فيها ادوات الجراحة وبطلوا بقى حكاية الفينيك. وبذلك دخل مسألة الغليات، وايضا دخلنا في عصر الاوتوكلاف والتعقيم بالبخار، وايضا اساليب المطهرات المختلفه اللي هي الفورمالدهايد والسبرتو وصبغه اليود وميركروكروم وبيكريك اسيد. القاعات اللي كانت زمان كبيره قوي بتاع الجراحه وبيحضر فيها الناس زي ما احنا شايفين كده تياترو، بطلوا بقى الموضه دي، لان طبعا اكتشفوا ان ممكن النفس برضه ينقل الميكروبات للبطن المفتوحه في الوسط، فاقلعوا عن الكلام ده وبقت اوض اصغر ولها مواصفات وكده. وحاليا بيستعملوا الفيديو، انما اوضه الجراحه ما يخشهاش الا الجراح والمساعدين والممرضات، وما يبقاش فيه الهلمه دي كلها. وطلعت حكايه اللبس الجراحي الطوائي والبلطو الابيض والوانتي، كان زمان ابتدوا بصبعين عشان ما يعوقوش الحركه يعني، وبعدين لو ده كلام فارغ ولازم الجراح يلبس جوانتي كامل، فانتهى التطور الى الجوانتي المعروف اللي احنا عارفينه. واصبح اوضه العمليات شبيهه بالايه؟ اصلا دخل اللتام والماسك، ابتدوا يستعملوا الماسك، ودي درام هتخش على طول في الايه؟ الدرام دي بيملوها بالشاش وبعدين يدخلوها في الايه؟ في الاوتوكليف. ده التعقيم بالبخار. وغليان في غليات وكده. انتهى عصر الفينيك. ده فرن تعقيم هم يستعملوا فيه اقراص الفورمالدهايد. دلوقتي بطلوا الحاجات دي، دلوقتي في حاجات احدث واجمل. أصبح الجراحة هيلمان كبير له تقاليد وله لبس وله أسلوب، وإزاي يتعامل مع المريض واللي يلبس المريض إيه والجراح إيه والممرضة إيه بالشكلين. وبعدين الهدوم دي كلها لازم تخش في التعقيم وتعقم بالبخار. طبعا المشكلة التانية كانت مشكلة الصدمة والنزيف، وإزاي إن المريض ممكن في وسط العملية يفيص ويصفر وروحه تروح الى اخره. ففكروا في حكايه نقل دم الخرفان، فكانوا يجيبوا خروف ويأيدوه وينقلوا ايه دمه. حاجه غريبه طبعا ادت لكوارث حكايه نقل دم الخرفان دي. وبعدين قال لك لا، ننقل من بني ادم لبني ادم، مره بقى كانت تصيب ومره تخيب، لغايه ما اكتشفوا حكايه الفصائل الاربعه اللي هي فصائل الدم دي. واللي اكتشف الفصائل كان دكتور لانش داينر سنة 1900. الكلام ده تم اكتشاف فصائل الدم سنة 1900، كان هو ده الدكتور لانش داينر اللي اكتشف فصائل الدم.
وبعدين عشان يعرف الفصائل لازم ياخد نقطة دم، وبعدين يشوف نقطة الدم دي يختبرها بنقطة بلازما من الأربع فصائل ونقطة دم من الأربع فصائل. فيضيف دي على دي ويشوف ايه النتيجة، هل حصل هنشوف هنا امتى نقول ان النتيجة سلبي او ان اللي على الشمال دي معناها اوعى تنقل دم لان حصل دربكة اللي على الشمال دي، انما اللي على اليمين ممكن تنقل دم لانهم من نفس الفصيلة، فبالطريقة دي اصبح نقل الدم اكثر امنا. وكان الاول بيستعملوه مباشرة من مريض لمريض مصورة كاوتش من هنا، ومبقوش عارفين كام خدم من المريض، وبعدين بقى يستعملوا سيرنج زي السيرنج ده اللي احنا شايفينه عشان يعرفوا الكمية اللي خدوها. وبعدين جت الحرب العالمية الأولى والاحتياج للدم أصبح احتياج خطير جدا، واكتشفوا حكاية إن الدم ممكن يتعبى في أزايز إذا أضافوا له صوديوم سيتريت مانع للتجلط، وبذلك ابتدت مسألة التبرع بالدم. ده الصوديوم سيتريت يضيفوه للدم فما يتجلطش ويحتفظ بإيه سيولته، وممكن يتنقل لميدان القتال على طول. كان برضه حكايه الصليب الاحمر والتبرع بالدم ما كانش بقى يوميها بيدوا للمرضى فلوس، كان بعد ما ياخدوا منه الدم يديله فنجان نسكافيه وخلاص ويعتبر بطل وكده. بيعبوه في الدورق ده وبعد كده فنجان نسكافيه ومتشكرين. نتيجة الحروب وتنوع أنواع العمليات اللي حصلت فيها ظهر علم جديد في الجراحة اسمه التخصص، مسالك بولية، عظام، جراحة مخ، واللي احنا شايفينه ده جراح المخ الشهير دكتور كوشنج، هارفي كوشنج، أول دكتور تخصص في عمليات إزالة أورام المخ، وكان وصل إلى درجات من المهارة عظيمة جدا. شوفوا ده منشار زي منشار الأركت بينشر بيه الأصعب بتاع الدماغ. دكتور هارفي كوشنج كان جراح ماهر جدا، والعمليات اللي كانت الوفيات فيها 70% عمليات المخ نزل بهذه الوفيات إلى 4% فقط، وبيحكوا عن مهارات والأعاجيب. وكان له طقوس في أوضة العمليات، محدش يتكلم، هس، مفيش واحد ينطق كلمة لأن النفس ممكن ينقل جراثيم. زملائه المساعدين بتوعه، ده الدكتور هارفي كوشنج، زملائه صوروا له فيلم سينمائي كامل عن عملية من عمليات المخ اللي عملها، اللي شال فيها ورم في الغدة النخامية. شوف الدقة بقى يميها في اللبس والحاجات دي، خلاص يعني كان دخل بقى مسألة بقت الجراحة عملية حكاية لها طقوس عظيمة جدا من النظافة والتعقيم. هو شاله دلوقتي الأصعب بتاع الجمجمة ودخل جوه. أول واحد هو استعمل الدايسيرمي اللي هو يكوي ويقطع بالكهرباء، كان هارفي كوشنج، واللي احنا شايفينه ده اللي بيشتغل بيه هو الدايسيرمي، مكوى بالكهرباء تقطع وتكوي.
المشكلة طبعا اللي كانت لسه موجودة الأيام دي هي حكاية إنهم يحتاجوا لكميات كبيرة جدا من الإتير، وإن المريض بعد العملية بيتنه نايم أسبوع عشان يفوق. بس كانوا يستعملوا الإتير بكميات كبيرة عشان يوصلوا لحالة من الاسترخاء الكامل لعضلات المريض، ما يبقاش متشنج وهو بيشتغلوا العملية على البطن أو على أي حد. تمت الوضع ده لغاية اللي بنشوفه ده الحرب العالمية الثانية، وكان من يعني إذا كان للحرب فضيلة فهي فضيلة اكتشاف البنسلين والعيلة بتاعت المضادات الحيوية اللي هي أنقذت المرضى من كل أنواع الالتهابات وأنواع الجنجرين وإلى آخره، وجعلت الجراحة أأمن. لكن زي ما قلنا ظلت المسألة احتياج الشديد للإتير ويستخدم بكميات فظيعة والمريض يتنه نايم أسبوع، كل ده الطبيب مضطر يستعمل الحاجات دي كلها علشان الكمية الكبيرة دي عشان المريض يسترخي. لغاية ما اكتشفوا في غابات الأمازون صيادين القرود بيستعملوا مادة من لحاء الشجر اسمها الكوراري. المادة دي لما بيحطوها في طرف سهم ويضربوا على القرد، القرد يفقد القدرة على الحركة فيلموه في الشباك. دي بقى حكاية التلاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي، ازاي يتحط الدم في التلاجات ويعيش أسابيع فيبقى في فرصة انه يوصل في الوقت المناسب لميدان القتال. كل دي تطورات في الجراحة ادتنا حرية أكتر وللمريض أمان أكتر. وبقى الدم يتحط في إزازة كده وينزل بمقدار زي ما الدكتور عاوز. كل عيان له تشارت بيتكتب عليه الحرارة والضغط والنبض والحاجات دي. بقى فيها حاجة اسمها تتبع. الجراحة بقت علم، بقى علم كبير وتخصصات، وطلع تخصص منفصل اسمه التخدير. دكتور ملوش شغلة غير التخدير، من أول دراسته لآخرها كلها تخدير. وبعدين بقى تخصصات، كل فرع له تخصصات، جراحة العين، جراحة العظم، جراحة الأنف والأذن، جراحة المخ، جراحة الأعصاب، جراحة الأوعية الدموية. كل دي تطورات ساعدتنا على اللي احنا بنشوفه، هي الكلام اللي بنقوله اللي هو بيدوا كميه اتات كتيره قوي تكون النتيجه العيان. ما دي في غابات الامازون المواطنين بيصطادوا القرود ويستعملوا ماده من لحاء الشجر اسمها الكوراري. نتيجة المادة دي هذا القرد يفقد القدرة على الحركة وعضلاته تترخي ويلموه في الشبك. فابتدوا يستعملوا الحكاية دي، جابوا استخلصوا الكراري واستخدموه للمريض، وبالتالي قدروا يوصلهم إلى استرخاء كامل. دي مادة الكراري أصبح ممكن يستعملوا كمية إتير بسيطة قوي. ليه؟ لأن المريض نتيجة الحقن البسيطة دي بتاعة الكراري بيسترخي تماما، بيبقى زي حتة الخرقة في إيد المريض في إيد الجراح. فلا يحتاج الجراح إلا إلى كم بسيط، وإذا التنفس وقف ممكن الدكتور يقوم بعملية التنفس. هو دلوقتي بيقوم بعملية التنفس بالفعل، وبالتالي أصبح الحكاية أمان، وبيستعملوا كمية إتير قليلة خالص. وبعدين بالتالي المريض أول ما بتخلص العملية بيفوق، بعد دقائق يفوق مبسوط وكل حاجة. قبل كده كان العيان بيقعد أسبوع مش داري، أسبوع نايم عشان كمية ضخمة جدا من الإتير. هنا المريضة صحيت هي بعد ولادة متعسرة ومبسوطة وكل حاجة، لأن كمية الإتير اللي خدتها كمية قليلة، وده بمساعدة مادة الكراري. وبذلك دخلنا إلى ما يسمى بالعصر الذهبي
للجراحة وأصبح لكل مشكلة حل. ودخلت التكنولوجيا بقى عشان تعمل الغرائب اللي بنشوفها الإكويبمنت العجيب في غرف العمليات. بقت غرف العمليات متحف تكنولوجي. الطفل ده بيعملوا له عملية عشان يصلحهم ثقب في القلب، يعني عملية جوه القلب، ده ما كانش ممكن يعملوها زمان إطلاقا. ان دلوقتي ممكن يوقفوا الدوره الدمويه ويشغلوا دوره من الخارج، يعني يعملوا بديل للقلب خارجي وبديل للتنفس خارجي. شوفوا العدد دي كلها، كل دي الكترونيات وعدد ممكن يستغنوا تماما على الدوره القلبيه والدوره التنفسيه والحاجات دي كلها. كل العدد دي تشتغل، والمونيتورز والمؤشرات اللي الدكتور شايف قدام الضغط ونبض وكل حاجة قدامه على شاشة. شوف بيعمل عملية في فيلد صغير جدا اللي هو قلب الطفل الوليد ده عشان يرف التقب اللي جوه ده. شيء غريب. شوف القلب، كل دكتور له إضاءة خاصة لابسها وشغلانة. ده غير الإضاءة الكواكب اللي فوق اللي بتنور له دي. بعد العملية تستوصل هذا النونو ده والتوصيلات اللي متركبة فيه، كل توصيلة بتسجل حاجة وتدينا مؤشر لحاجة في هذا وبذلك ولدت معجزة الجراحة ووصلت إلى الهيلمان العظيم اللي بنشوفه دلوقتي. حاجة غريبة. هو الحقيقة يعني جدير بالملاحظة ان في العصر اللي كانت الجراحة متخلفة جدا في اوروبا زي ما شفنا، والجراح يجي ومعاه ثلاثة بلطجية وحاطط برميل نشارة تحت الترابيزة ومعاه سطور ومنشار، في الوقت ده كان في طب متقدم، كان في طب اسلامي عربي موجود متقدم، وفي جراحين واسماء لها رنين وجراحين زي الرازي والبغدادي والزهراوي. وكان في قبل كده طب يوناني، قبل كده طب فرعوني. يعني مثلا في هنا اوريكم في الكتاب حاجه دي في مقبره المهندس ايبوي. تبص هنا تلاقي علاج خلع الكتف عن طريق كخر مسود. كخر ده حاجة جت بعد كده بألف سنة على 5000 سنة، لكن الفراعنة الواقع اكتشفوا الحكاية دي. وعشان يعني يبان أكتر، أنا في هنا في الصورة دي يبان أكتر هنا الوضع بتاع الرسم الفرعوني اللي فيه الطبيب بيصلح خلع الكتف، وهو نفس الصورة اللي احنا خدناها في كتب الجراحة اللي مكتوبة تحتها reduction of shoulder dislocation by كوخر ميسون، نفس طريقة علاج كوخر الألماني. هنا هو الفراعنة اكتشفوه قبلها ب4000 سنة، وهنا الطبيب الفرعوني بيعالج الخلع الكتف. بينما مثلا هنا في الصورة دي العلاج بتاع بقرات لخلع الكتف، ده علاج بقرات لخلع الكتف. فكان في الايام القديمه خالص دي من 4000 و5000 سنه كان في طب فرعوني، وبعد كده طب يوناني، اليوناني ميديسن وابو قراط وجالينوس، وبعدين جه الطب العربي. والكلام اللي بيقولوه ان الطب العربي ده متاخد من الطب اليوناني والعرب ما جددوش ولا ما اضافوش حاجه، ده غير صحيح. ده بالعكس العرب استوعبوا الطب اليوناني واضافوا وكشفوا اخطاء في الطب اليوناني.
يعني الرازي في كتب مثلا يخطئ ابو قراط في قوله ان ماء الاستسقاء بيوصل للرئه ويسبب السعال ويقول ان ده كلام فاضي. ابن النفيس يخطئ جالينوس في حكايه ان في تؤب في القلب يوصل بين البطين الايمن والبطين الايسر ويقول لا ده ما فيش ده دوره دمويه صغرى مستقله. وفي الواقع هو اللي كشف الدوره الدمويه الصغرى ابن النفيس. وجه بعد كده الراهب سيرفيتوس بعد كده ب 300 سنه اكتشف الدوره الصغرى ونشر عنها في المجله الطبيه والكنيسه استدعته وحكمته واحرقته. البغدادي مثلا يخط جالينوس فيما زعموا بان الفك الاسفل عظمتين. فالبغدادي بيقول لا ده كلام الفك الاسفل عظمه واحده. الزهراوي مثلا اول من عالج حصوه المثانه بالتفتيت. الرازي اول من عالج الحروق بالماء البارد ودي اخر موضه دلوقتي. اطباء الاسنان العرب استعملوا المسقاب في الضرس وما كان بيموتوا العصب بالزرنيخ. الرازي اول من استعمل الزئبق في المراهم. وبعدين كان في تقوى وكان في نوع من الاخلاقيه الاسلاميه في الطب. يعني مثلا لما نقرا في مذكرات ابو العلاء بن زهر الاندلسي يقول ايه في كلام اقسم بالله باني ما سقيت دواء مسهل ما سقيت مريضا بدواء مسهل قط الا واشتغل بالي قبله بايام وبعده بايام فانما هي سموم فكيف حال مدبر السم ومسقيه. يعني بيقول كلام غريب قوي. يقول انا ما بكتبش دواء مسهل لاي مريض الا وما بيجينيش نوم لان هذه الادويه سموم فما بال مدبر السم ومسقيه. ده احساس حلو جميل يعني قيم ما كانش مجرد علم لكن قيم. طبعا في كلمات انجليزي كلها جايه من العربي اللي هي مثلا البوريك اسيد هو ده البورق. الطرطر جاي هو كلمة الترطير. الكحول من كلمة الكحول. السيروب جاي من كلمة شراب. الأنبيق بالعربي كانوا بيسموه العرب عشان التقطير طلع منه الفرنساوي أنبيك والفعل أنبيكي. فطبعا العرب كانوا مصدر في الواقع في مرحلة من مراحلهم كانوا هم مصدر للطب والعلوم المتقدمة وكان الأوروبا بتاخد منهم. لكن طبعا اختلف الأمر وتغير الوضع ودلوقتي الطب الحديث أصبح إنجاز غربي صرف وعلم شامل تجتمع فيه علوم التشريح والفيزيولوجي والكيمياء والإلكترونيات والكمبيوتر وعلوم الفضاء والباراسيكولوجي. شغلانة بقت يعني الحقيقة لازم نعترف ان الطب الحديث اصبح حاليا انجاز غربي صرف. ولازم نعترف ان احنا بالفعل تلامذة واحنا بناخد عنهم. وعشان كده كلام ان هو يبقى التعليم في كلية الطب اللغة العربية ده كلام مش معقول. عربية طب وبعدين هيقرا مراجع ازاي؟ ده احنا بنجيب الطب ده كل جديد بيجينا من هناك. لازم نعرف لغة الناس دول. مش معقولة يطلع واحد واخد بكالوريوس طب ويقول هاو دو داز مش عارف يعمل جملة انجليزي. طب الجديد في العلم هيجيبه منين؟ في الواقع يعني ان الحضارة اللي بتدي اكتر هي اللي بتفرض اللغة بتاعتها من غير يعني دروشة بتاعت عنجهية عربية وامجاد يا عرب امجاد والارض بتتكلم عربي. الحقيقة للأسف يعني الارض بتتكلم انجليزي اليومين دول. الارض بتتكلم انجليزي. وعلشان انت تتابع الجديد في كل فرع سواء كان علم كيمياء هندسه وراثيه طب زراعه مش عارف لازم تكون عندك سلاح اللغه عشان تتتبع الدوريات وتشوف ايه اللي بيحصل. مش هقول تقف في مؤتمر وتقول لهم محاضره عن التهاب في العظم الفخذ الكعبري. لا مش ممكن تقول ده الكلام ده امتى؟ لما تبقى حضاره ذات عطاء. لما نرجع زمان لما تبقى ساعتها الارض بتتكلم عربي لما العرب يقدروا يقدموا الجديد ساعتها هيبقى هو الدكان اللي كل الناس بتجري عليه. وبالتالي لازم ساعتها هيتترجم كل اعمالهم بالعربي. هيتترجم الحاجات اللي بنعملها هيترجموها ويجوا هناك يتعلموا عربي عشان ياخدوا مننا. انما
كلمة إن إحنا اللي بناخد وإحنا اللي بنروح نتتلمس وما بنديش حاليا حاجة. ففي الواقع لازم نتعلم لغة القوم دول، لازم، لأن هي السلاح اللي هتقدر تخش بيه وتقرأ كل حاجة جديدة وتتعلم. وبعدين ما احنا بنقول الأيام دول، الأيام دول. وعلى فكرة لو استمرنا في الكسل يعني في القرن اللي جاي الأربع، في القرن اللي جاي الأرض هتتكلم ياباني يمكن، ويمكن تتكلم ألماني لو استمرنا في الكسل ده. لأن ربنا بيقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهو بيداول هذه الأيام بناء على إيه؟ سنته هي اللي بيجتهد أكتر ويأخذ بالأسباب أكتر، بيلهمه أكتر ويديله أكتر. وهؤلاء الناس وصلوا إلى هذا التقدم لأنهم بيصهروا ويشتغلوا ويعرقوا ويكدحوا ويكافحوا، إحنا نايمين. فطبعا ربنا بيدي السهران المكافح اللي بيجتهد، لأنه حيطور هذا العلم اللي ربنا حيدهوله. فطبعا إذا استمرنا في حكاية النوم اللي إحنا فيه والأرض اللي بتتكلم عربي يعني هنفاجئ بعد كمان 50 سنة بالأرض بتتكلم ياباني ويمكن بتتكلم ألماني. وفي السعادي حنضطر بأن إحنا في النهاية نعترف بالحقيقة ونبتدي ندرس ألماني عشان نتعلم أكثر، ويمكن ندرس ياباني عشان نتعلم أكثر. فياريت ناخد درس، لأن ثبت فعلا أن في الأيام اللي العرب فيها كانوا بيشتغلوا ويجتهدوا ويكافحوا ويبتكروا ويخترعوا، كانوا فرضوا لغتهم على الناس. فياريت نعد الدرس ونتعلم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.